حكايتنا فاطمة الزهراء الحسين زين العابدين عليه السلام، كريم آل البيت سيدة زينب عليها السلام، أبا ذر الغفاري، ميثم التمار، موسى الكاظم، بن جعفر، بن محمد، بن علي الهاشمي القريشي عليه السلام. رسول الله قال لها ليش لبست الحجاب؟ هذا الشهر الفضيل هو تنفتح به أبواب التوبة، بأن ربك أوحى لها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.